هل جربت أن تعيش مع إحساس الكفاية بالله؟ أن تكتفي بالله وحده عن كل شيء، وتنشغل به وحده سبحانه وتعالى، فيملأ فراغات نفسك وروحك، فلا تشعر بغياب أحد دونه أو بعده عنك. أليس الله بكاف عبده؟ عندما تظلم ولا تجد نصيراً واحداً يدافع عنك، وكفى بالله نصيراً. وعندما تشعر بالوحده ويتحاشاك كل من حولك ويخذلك اقرب الناس اليك وكفى بالله وكيلا وعندما لا تجد من يقدر جهدك وتتهم دوما بالفشل والنقص والتقصير وكفى بالله عليما اكتفي بالله وحده كفى به حسيبا ونصيرا وكافيا ووكيلا كفى به حبيبا كفى به أنيسا وجليسا كفى بالله فهو وحده جل وعلا الذي لا يغيب ولا يتركنا مهما بدر منا وعندها لن يفرق معك من خان، من استهان، من جرح، من هتك، من اهان، من شتم، من استحقر، من اغتاب، من كذب، من خدع اكتفي بالله فكل شيء هالك الا وجهه فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين. اخيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان اتممت المشاهده فاترك اثرا طيبا تؤجر عليه. سبح استغفر صل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله يحفظكم وأهليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته